شكرا للإخوة في الكنترول على هذا الاختيار وهذا اللحن الجميل، وحنتواصل بالتأكيد وابتدار موفقة بإذن الله من هذه الظلال الوريفة التي نجلس تحتها سويا من خلال هذا المساء. وفي هذه المرة سنذهب في واحدة من الحقول الطبية المهمة جدا في السودان، حقل الصيادلة، هذا الحقل المليء بالتجارب المختلفة والقضايا المهمة اللي بتخص كل الدكاترة الصيدليين في السودان. يمكن أسست لجنة تمهيدية للنقابة العامة للصيادلة بولاية الخرطوم، وعند أدوار مختلفة من خلالها تعالج كل القضايا العالقة لطبيب الصيدلة. سعيدة جدا أن يكون معي في هذه المساحة دكتور هاني الفاضل التمهيدية للنقابة العامة لصيادلة ولاية الخرطوم، وأيضا رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية لصيادلة المجتمع بولاية الخرطوم. سعيدة بك، ويعني بقول لك مساء الخير، نورت ظلال الأصيل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة شكرا لقناة الشروق للاستضافة، وحي كل الشعب السوداني وشهداء الثورة السودانية خلال الفترة اللي فاتت. قطاع الصيادلة هو قطاع كبير، قطاع مهم جدا في البلد، عنده أدوار كبيرة جدا بيقدمها، بالذات صيادلة المجتمع بيقدموا في أدوار كبيرة جدا جدا. يعني احنا نختبر روحنا في صيادلة المجتمع البداية والنهاية. يعني بيجون الناس اللي بيشكوا وعندهم مشاكل، بنحاول نديهم حاجاتهم البسيطة، وبتجينا الرشتات بعد يمشي الدكتور والمعمل والتفاصيل. يعني مرات بنبدأ بيكون البداية والنهاية حلقة الوصل، هي بتوصل للعلاج يعني بالنسبة للمريض أو البيشن ممكن يجي لمستشفى كبيرة جدا ودكتور كبير جدا، لكن في النهاية الحل بيكون عند الصيدلي. ممكن يكون دواء عادي مركب، ممكن تكون أدوية جاية من برا، ممكن تكون من جوا السودان. يمكن دي التفاصيل العامة اللي بيعرفها المشاهد العادي، إنه ده دور الصيدلي، يعني إنه هو بقدم العلاج عبر الروشتة للمريض. لكن هنالك ممكن تكون بعض المشاكل بتواجه صيادة المجتمع في السودان، خصوصا بعد التغيير. طبعا احنا دائما قاعد نقول التغيير هو سنة الحياة. يعني خلينا نتكلم في البداية، صيادلة المجتمع، دور اللي بيقدمه الصيدلي للمجتمع خصوصا في السنين الأخيرة، لأنه بقت في حالات متكررة، في مشاكل كثيرة بنسمع بأنه الواحد بعد ما يمشي المستشفى ما بيلقى علاج، ما بيلقى دريب، ما بيلقى تفاصيل مختلفة. طيب نحن كصيادة مجتمع بيكون عندنا دور، الدور بتاعنا هو دور متكامل. الدور ده بياخد حاجات كثيرة جدا جدا. يعني نحن ممكن يعني لما الدواء يكون ما في أو ما يتلقي دواء، دي ما مسؤولية هي بتاعة الصيدلي بقدر ما هي مسؤولية بتاع الدولة في توفير الدواء وتوفير ما يحتاجه المواطن. نحن بنكون يعني في صيدليات بتوفر الدواء عن طريق الشركات اللي هي بتكون يعني أو في تعاون عن طريق بينه وبين الصيدلية. نعم. بين الشركات. فهي دي مسؤولية الدولة إنها توفر الأصناف. الحاجة دي هي بترجع إنه توفير دولار، توفير عملات صعبة على أساس الدعم عموما. الدعم عموما والدعم. طيب يعني مؤخرا برضو إحنا بقينا، يعني طبعا أنا لاحظت إنه كل صيدليات الخرطوم، أنا بتكلم على أنا زورة ساكن الخرطوم وبرتاد الصيدليات، أغلب الشغالين في الصيدليات بنات. يعني أغلبهم. طيب في حاجة مهمة بيتعرضوا جداً. عفوا خليني سؤالي، بيتعرضوا لاعتداءات في الفترة الأخيرة، يعني بقى للأسف ما في أمن. عشان انا اكون زوره دكتوره صيدليه دايره مارس مهنتي سواء كان بالليل او بالنهار، بواجه صعوبه في الامان. طيب هي موضوع انه الامن بقى معدوم مش في الصيدليات، في كل البلد في قطاعات كثيره جدا جدا، لكن ما يلينا نحن كصيادله في او كنقابه، نحن بدينا نتكلم مع ملاك الصيدليات انه ما يخلوا صيدلانيه براه في الصيدليه، وحتى لو صيدلي برضه ما يكون براه، يعني لازم يكون زول معه. الحمايه شنو توفرت يعني؟ ما انا لما كنت في كاميرات المراقبه. أيوة. بدينا انه نحن نتكلم في كل الصيدليات انه يركبوا اجهزه بتاعت رغابه. في بعض الصيدليات بدات تجيب يعني حراسه خاصه تحرس الصيدليه وتحرس، لانه في النهايه هي الحاجه دي حقتهم. فنحن كصيادلة المجتمع قاعدين جوا الصيدليات دي صراحة يعني عندنا مشاكل كثيرة جدا جدا. يعني ممكن انت يعني نحن اليوم الليلة ما شغالين بعقودات عمل، يعني
ممكن تيجي صاحب الصيدليه يقول لك امشي. بعدين في مصيبه كبيره جدا جدا يعني الناس طوال نحن قاعد نتغافل عنها وبنحاول انه ما نتكلم عنها، لكن طفح الكيل زي ما بقول. يعني بتلقى في كميه من الصيدليات كبيره جدا وكثيره جدا جدا شغالين فيها ما يسمى بالصيدله الوظيفيه او الكورسات بتاعت الثلاث شهور في السوق العربي. يعني بدينا نحن كنغابه تكلمنا مع مجلس الادويه والسموم، تكلمنا مع المجلس الطبي السوداني، مع وزاره يعني زول الصحه. يعني زول درس جامعه ممكن تكون 4 سنوات أو 5 سنوات يجي يشتغل زول قرر 3 شهور كورس شهور. نفس المجال. واحده من الحاجات العامله مشاكل الان كثيره جدا جدا، لانه يعني في النهايه نحن كصيادله مجتمع ما بياعين دواء فقط او واقفين، يعني في حاجات كثيره جدا في وصفات جدا غير الوصفات. حتى لما الوصفات ذاتها تتكتب مرات في يعني بتلقي انه في يعني في ادويه بتتداخل مع بعض، فما ممكن انا اقوم في يعني زول الماجره صيدله 4 سنوات وعمل براكتيك وامتياز وخبرته كبيره ما حيقدر. يعني ناس بتلقي انه مثلا في بعض الادويه بيقوم يقول لك تاخذيها صباح مساء لانه في تداخلات غذائيه، في وحدات قبل الاكل بربع ساعه، ففي حاجات كثيره جدا جدا. يعني احنا واقفين ورا الكاونترات في الصيدليات ما بس بنبيع دواء. طيب الدكتور لما كتب الوصفه دي يعني مش هو على علمي برضو بأنه الوصفة دي بتنفع كيف؟ yes. لكن يلا مرات في حاجات ممكن يجي يكون داير يأخذ له حاجة تانية معاه هو براوي مثلا، فأنت لازم توريه. يعني ما مفروض تأخذها، عندك ضغط، عندك سكري، مرات كثيرة جدا جدا ممكن واحد يجي داخل الصيدلية داير له حاجة يكون ممكن تعمل له مشكلة لو عنده مرض ثاني ممكن ياخذ. ففي في حاجات بسيطه بسيطه ممكن الناس ما قادره تفهمها، ودي واحده من الحاجات. يعني حتى في صرف الادويه او صرف المضادات الحيويه اللي هي الان بدات تبقى في اشكاليه، انه يعني بقت المضادات الحيويه ما بتعالج يعني كثير جدا بتخفف بس، لانه الناس بدات استخدامها استخدام غير رشيد خاطئ. فدي واحده من الحاجات الصيدلي لما يكون واقف، الصيدلي ده حالف قسم، الصيدلي ده عنده مهنيه مهمه جدا جدا، فبيقدر يقدم الدور المطلوب منه تجاه المجتمع وتجاه البيشن اللي بيجي ولا المريض اللي بيجي. رغم الدور الكبير اللي انت بتتكلم عنه هو قدمه دكتور الصيدلي، ولكن برضو بنلقى فيه هجوم من الجهات الرغابية على الصيادلة. لا، الجهات الرغابية جهات رغابية سؤال. يعني نحن عندنا يعني مثلا الأجهزة الأمنية أو الشرطية مثلا الهجوم هو يعني إنه أو إنه في كمية من الحاجات ممكن في الفترة الأخيرة بدأت في الميديا ظهرت المخدرات مثلا يس. ظهور المخدرات طيب يلا ده موضوع مهم جدا جدا. أنا أتخيل لي يعني الناس مفروض تكون واضحة فيه ووضوح شديد جدا، وحتى الإعلام المرئي أو المسموع بالإضافة للوسائط الإلكترونية بينقلوا في أخبار غير صحيحة. فمفروض يعني الإعلام ده دوره مهم جدا جدا في توصيل المعلومة بصورة صحيحة للمواطن. نعم. في حاجات يعني ما ممكن أنا أقبض لي صيدلي شايل له عينات طبية في عربيته وهي دي ده جزء من شغله، ما انا طبيب صيدلي مصرح لي يعني حسب القانون انه اشيل معي العينات، انه اشيل معي عينات ماشي لدكتور. ما في صيادله شغالين في شركات بتاعت ادويه صحيح، فهو من حقه انه يشيل معه العينات بتاعته. فما ممكن يقوم يقبض ادويه مع صيدلي ويقول لك انه مخدرات، ولما انت بس الصوره البسيطه دي تكبرها بتلقاها علاج بتاع ملاريا او اي علاج ما عنده علاقه ذاته حتى بالمخدرات. يقال انه في بعض المخدرات هي ما تدخل من برا مخدرات، بتدخل ادويه عاديه كيميكال يعني وتركب تركيب بتدينا مثلا مفعولات مختلفه. يس ده كلام حقيقي. اوكي التخوف ده، ما هو انا شايل دواء مصرح به ومسجل في السودان. اتخيلي انه حتى الاجهزه الامنيه فيها كوادر طبيه موجوده ممكن تستعين بهم على اساس انه اللغط الحاصل ده ما يبقى هجوم على الصيادله فقط بس من مجرد الهجوم او انه الناس دايره ترمي الحاجات على الصيادله. نحن ما الحاجه دي بعيده كل البعد عننا يعني. فيعني التوضيح بتاعها بسيط جدا جدا. في ادويه مسجله في السودان عن طريق المجلس بتاع الادويه والسموم. الادويه دي واضحه، يعني انا بكون شايل فاتوره مثلا، حتى ممكن انا في عربات بتاعت نقل بتاعت الادويه مصرح بها من المجلس بتاع الادويه والسموم انه هي ببطاقتهم عندهم الفاتوره بتاعت الدواء الحاجات. ف
من حقنا يعني الحاجة دي إنه نحن نحركها نوديها للصيدليات نبيع، يعني ما هي ده شغل عام يعني في النهاية بتلقى كل زول عنده تخصص بتاعه، فالناس تتدقى يعني أو تتحرى الدقة تتحرى الحقيقة صحيح. يعني على أساس إنه ما يبقى إنه بس هو هجوم والسلام. طيب يعني أنا برضو خلينا نتكلم عن إنه أنا دايرة حارب النوع ده من العلاجات المخدرة، يعني لأنه في ناس ممكن يتناولها من غير روشتة من غير طيب وصفة. تمام جدا جدا، ده برجعنا لأنه تاني نحن مفروض الأجهزة الرقابية بتاعت الصيدلة من المجلس بتاع الأدوية والسموم بكل فروع في السودان بالإضافة لإدارة الصيدلة في الولائية وإدارة الصيدلة الاتحادية، إنه الدور الرقابي، ما هو الرغابة دي هي نحن عندنا إدارة بتاعت الصيدلة عندها دور رغابي تجاه الصيدليات وتجاه الصيدلي الواقف في الصيدلية. الأدوية المخدرة دي معظمها عندها روشتة معينة بتطلع بها، بتكون طالعة من المجلس، كمية الأدوية دخلت الصيدلية من الشركة مكتوبة بتتراجع، بيجي المفتش بتاع الرغابة بيفتشها. فدي هي حلول، يعني نحن بنتمنى انه الأجهزة الرغابية في إدارة الصيدلة في المجلس بتاع الأدوية والسموم إن هي تبدأ تشتغل في الشغل بتاع زي ما الفترة الأخيرة دي في حاجات كثيرة جدا اتغيرت، فلازم الناس تبدأ جادة في إنه تحل المشاكل، لأنه في النهاية بيضيع الشباب، ده شباب السودان وده صحيح. مستقبل البلد صحيح، وما ندي فرصة إنه أي حاجة الناس تأخذها. يعني أنا تاني برجع بقول إنه الإعلام مفروض يتحرى الصدق في الحتة دي صحيح. وما ينشر أي حاجة على اساس انه ما يبقى الموضوع انه للاستهلاك الاعلامي وانه مخدرات المخدرات. في النهايه الادويه دي قاعده لها سنين، يعني تصريف برشدة بطريقه معينه، لكن قلت لك لما يجوا ناس الثلاثة شهور واقفين في الصيدليات، لما يكون الزول الواقف في الصيدليه ما الصيدلي، فهي دي بتدخلنا نحن في المشاكل دي الاشكاليه الحقيقيه. طيب يعني كيف قدرتوا تحاربوا الحاجه دي كنقابه، انه انا اكون في زول هو ما يعني متخصص في الصيدله تماما ولكن بيمارس المهنه؟ تمام، نحن الفتره الاخيره عملنا اجتماعات مع المجلس الطبي السوداني، مع اداره الصيدله الاتحاديه، مع اداره الصيدله ولايه الخرطوم، بالاضافه لمجلس الادويه والسموم، وتكلمنا في صوره واضحه انه نحن دي مهنتنا نحن كصيادله، ونحن كنقابه دورنا انه نحن يعني نحقق بيئه بتاعت عمل للصيادله اللي بينتموا لنا في النقابه، والحاجه دي هي عشان نحافظ على المهنه بتاعتنا وتفاصيلها وحاجاتها ونمشي لقدام. ف يعني انه الفتره الجايه انه حتكون في رغابه في قوانين كثيره جدا حيتم تفعيلها، من اهمها انه الصيدليه للصيدلي، يعني ثاني لقدام حيكون الصيدليه يعني الترخيص بتاعه لازم يعني او مش الترخيص، حتى المالك بتاعه لازم يكون صيدلي. هو المشكله الفكره بقت زي يعني الاسواق الربحيه، يعني انا عندي قروش افتح صيدليه، افتح صيدليه وانا ما متخصص، ما متخصص، اقوم اجيب زول، لو جبت زول مثلا دكتور متخصص وجبت زول عامل كورس ده حيكون اقل لي تكلفه، لكن انا حقوم اضر يعني عدد كبير جدا من الناس اللي ممكن تكون هي محتاجه لعلاج. هو المشاكل اللي بنسمع عنها، يعني واحد اخذ وصفة غلط، ما تقرت صح، ما تأخذت برضو بالوصفة المفروض تتأخذ وكذا، التفاصيل كثيرة بنسمع عنها. لكن خليني أجيب في إنه أنا في مرات حاجات بتلفت نظري، يعني في بعض الأشرطة تحت الأدوية بيكون مكتوب عليها اسم مثلا، وبعد كده بنجي نلقى إنه الدواء جوا ما هو نفس الدواء بتاع يعني العلاج المفروض ياخذه المريض. لا هي دي ممكن ما يعني زي التزوير كده. طيب. لا ما هي ما تزوير، هي 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 كالاتي، هي في عندنا الادويه، في ادويه تجاريه الاسم العلمي المفروض يعني الدكتور او الطبيب في الوصفه في العالم برا يعني بيقوم بيكتبوا الاسم العلمي، فهنا في السودان بيقوم بيتكتب الاسم التجاري. فدي برضو مسؤوليه بتاعه المجلس، مفروض يطلع قرار انه ما مفروض يتكتب الاسامي التجاريه. يقول لك ده شركه ثانيه، دائما أيوة. لك شركه ثانيه، هي, هي, أيوة. هي نفس الدواء نفس المفعول نفس الحاجه دي، لكن بس ممكن تكون شركه ثانيه. لكن يعني احنا كصيادله ما بنبدل الدواء، يعني ما بندي ماده فعاله مختلفه، يعني بكون نفس الدواء نفس التفاصيل، بس شركة بتختلف الشركات، ممكن تلقي نفس الدواء بنفس المادة الفعالة بتاعته بتلقيها في ثلاثة شركات. أنا طيب دار يعني أجيب برضو في حتة يعني مهمة، إنه المهنة دي هي مهنة مهمة جدا زي ما تكلمنا في البداية،
أنا داير أشوف دور الدولة شنو، يعني الدولة كيف هي داعمة هذه المهنة أو داعمة الدواء عموما في السودان، لأنه كان في فترة من الفترات الدواء مدعوم ويترفع الدعم. وهسه يترفع الدعم بصورة نهائية من وزارة المالية، ودي هي كارثة كبيرة جدا جدا، يعني حتكون يعني زمان الأيام. هي اترفعت الأدوية، كان يعني نسبي، ارتفع الدواء نسبي، وكان خلوا الأدوية بتاعت الأمراض المزمنة لأنه فيها كمية كبيرة جدا من الناس بتتعاطاها وحاجة شهرية، يعني أمراض بتاع العلاجات بتاعت الضغط السكري، الحياة الـ 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 العلاجات المزمنة والأمراض الـ 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 الضغط السكري، أيوة. أمراض القلب، فديل غيرها. كانت الحكومة مسعر الدولار بسعر معين، الشركات بتدي له بتدي الشركات بسعر معين وبتكمل وزارة المالية. فمن بداية السنة دي تقريبا ومن نص 11 رفعت يدها تماما، والأدوية أسعار تضاعفت. وحتى طيب الحلول شنو؟ هل في حلول والله أخرى؟ والله الحلول إنه ترجع الدعم بطريقة معينة، إنه الناس تقعد، إنه الدواء ده ما 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 سلعة، الدواء ده يعني أي زول محتاج له. الناس يعني موضوع رفع الدعم ده مصيبة كبيرة جدا جدا على المواطن السوداني، ولسه يعني الجاي حيكون اكبر. وكل يوم نحن ماشيين، اذا انا رفعت الدعم من حاجه معينه يعني يكون في مقابل، يكون في حل، ما في حل، يكون انا اخذت حل للحاجه دي. يعني ما هو وزاره الماليه ما عندها قروش عشان تدفع، بكل بساطه الموضوع الفرق اللي كان بيطلع للشركات ومفروض تدفع وزاره الماليه رفضوا، قالوا انه هم ما بيدفعوا، والمواطن ده ياكل ناره، ودي هي مصيبه كبيره جدا جدا. يعني نحن في الصيدليات ما عندنا دخل في الموضوع ده، ونحن المواطن بيجي لما نجي الدواء يكون اشتراه الشهر الفات ب 50 جنيه ولا 100 جنيه، واجي اقول له ب 500 جنيه بيشاكلنا انا وبيضربني انا، ممكن تعمل لي حاجه انك تربح فيه، انك تربح فيه، وبقول لك لكن هي في النهايه دي سياسه تسعير الدواء. ده من الحاجات لحد يوم الليله النسبه بتاعت الربح فيها محدده، ما في ربح اصلا محدده. خلينا نتكلم عن النسبة بتاعت الأرباح محددة تماما، يعني ما أنا ما ببيع بمزاجي تماما، يعني من التكلفة الشركة عالمية. أيوة. لا غير التكلفة، هنا في السودان الشركة أنا اشتريت دواء وسعر بيكتبوا لي السعر بتاع الشراء وسعر البيع للجمهور بيجي في الروشتة، ولما أبيع بسعر غير أنا ببيع بيه ده ناس الرغابة بيغرموك وبكون في عقوبات عليك. يعني الدواء ده من الحياة المسعرة، موضوع انه دي بتبيع صيدلية دي براء ودي براء، دي واحدة برضو من الحاجات تاني ترجعنا، لانه معظم الناس اللي ممكن يكونوا واقفين في الصيدلية ما صيادلة. يعني نحن الحاجة دي هي موضوع الرغبة ده بيحل حاجات كثيرة جدا جدا. صحيح. عقودات العمل اللي نحن بنتكلم عنها عن الصيدليات، الليلة في ولاية الخرطوم في أكثر من 3800 و 3900 صيدلية في الخرطوم فقط، في الخرطوم فقط، في كل صيدلية فيها اثنين صيادلة، عقودات او لازم نحن ما عندنا عقودات عمل، مرتبات ضعيفة، حاجات كثيرة جدا جدا. تمام. فعقودات العمل دي بتحفظ للناس كلها حقوقها، فما ممكن نحن بعد الفترة الطويلة دي كلها لحد يوم الليلة ما شغالين بعقودات عمل، يعني شغالين دي حاجة يعني ممكن الليلة شغالين بكرة ما شغالين عادي، ممكن لا غير كذا يجي صاحب الصيدلية يقول لك يا أخي خلاص الليلة آخر يوم ما تجي ثاني من بكرة، وعادي نحن برضو بيجي صيدلي يقول لك يا أخي أنا من بكرة ما جايك. فعشان ممكن نحفظ الحقوق دي لازم نأمن كل الناس عن الحاجة دي، إنه نحن نعمل عقودات عمل بالحاجة. أتمنى والله أتمنى رسالتك دي تكون وصلت للناس المسؤولين، للناس اللي هم مختصين في الأمر ده وفي المجال ده، كل الصيادلة في السودان اليوم التحية والتقدير إنه يلقوا المساحة الأوفر في تأمين الوظيفة بالنسبة لهم وحقوقهم وحتى حقوق الناس عليهم. يعني أنا شاكرة جدا لهذه الإضافة من خلالك دكتور هاني فاضل رئيس اللجنة التمهيدية للنقابة العامة لصيادلة ولاية الخرطوم، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، وأتمنى إنه يعني بجد الشعب السوداني يعني كامل الصحة موفورة، وربنا يسهل الأمور. يعني إحنا بنقدر بنعمل اللي بنقدر عليه في الصيدليات في الصيدلة بصورة عامة، إنه نقدر نوفر دواء آمن للمواطن، والباقي على الدولة يعني وعلى المواطن هو ذاته، وإن شاء الله خير. يعني إن شاء الله الأمور تمشي كويس والسودان يتعافى، إن شاء الله دائما، وسودان ديمقراطي ومدني إن شاء الله. إن شاء الله سودان جميل في حدائقات العيون.